الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد وعلى الصناعة وعلى الإنتاج والتكنولوجيا العالمي فهو قائم وخصنا نفهموه. علاش؟ الولايات المتحدة الأمريكية قوة أعظم من القوات الأخرى، ونفس الوقت كاينه قوى بحال الصين، خاصة الصين اللي عندها نفوذ، عندها إمكانات اللي تتنافس الولايات المتحدة. والسؤال المطروح مستقبلا من 30 40 سنة و 20 سنة، من سيكون أقوى دولة في العالم؟ وفي نفس الوقت كاين منافسة شرسة من روسيا ومن البريكس، القطب الجديد والقديم، على كل ما هو شيء هو جديد سياسيا ولكن جدد اخيرا بعد انضمام عدد من الدول بحال ايران بحال السعوديه بحال الامارات العربيه الى اخره، الى القطب اللي فيه البرازيل اللي فيه روسيا اللي فيه الهند اللي فيه الصين، تجعل ان العالم كله تعيش واحد الهيجان جيوستراتيجي النتيجه لهذه الصراعات، النتيجه للمنافسه على التكنولوجيا الحديثه من الذكاء الاصطناعي، من الشبكه الاجتماعيه، من الامكانات على ما هو رقمي وما هو صناعي وما هو كذلك تقليدي على مستوى الاقتصاد، جعل ان المنافسه تطرح تساؤلات كبيره حول مسار الهيمنه العالميه، مؤسسات دوليه، النظام النقدي العالمي، وكذلك تنظيم المجال العالمي. في هذا الاطار البحر الابيض المتوسط تعيش واحد الحركه ديال التهميش اللي نتيجه لعده عوامل. اولا ما كانش اطار للتنسيق وللمفاوضات داخل البحر الابيض المتوسط بين الدول. العلاقه اللي كانت مع اوروبا قائمه الى حد اليوم اقتصاديا ونقديا وماليا، سياسيا تلاشات لان اوروبا انفتحت على شمالها وعلى الشرق، اوروبا الشرقيه، وكان الحرب في اوكرانيا بين اوكرانيا وروسيا اللي جعلت ان الحليف الاساسي هو الولايات المتحده وكذلك الحلف الاطلسي، جعلت ان اوروبا قبلت الهيمنه، وان اليوم الصراع بين روسيا واوكرانيا هو الصراع بين امريكا وبين الحلف الاطلسي وروسيا، وروسيا دخلت في حرب اللي كانت تظن بانها غادي تنتهي في 3 شهور 4 شهور، جبرت بان اولا اوكرانيا قويه لان هي دوله كانت داخل الاتحاد السوفيتي وعندها امكانات، وكذلك الاتحاد الاوروبي من المصير ديالو مرتبط بمصير اوروبا ككل واوكرانيا. في هذا الاطار المغرب خدا واحد العدد ديال التزامات مع نفسه، اولا تقويه المجال الداخلي سياسيا وثقافيا ودبلوماسيا، ان كاين المغاربه كلهم متحدين على المسائل على المفاهيم وعلى المبادئ وعلى المشاريع الاساسيه ديال البلاد، والملفات الكبرى في المغرب كلها مفتوحه، كاين حوار كاين تطلع، والادوات قابله للنقاش، فيها ما هو باقي ما كملش وفيها ما هو في اطار التهيئ، ولكن كاين عمل سياسي داخلي لجعل ان الجبهه المغربيه الداخليه قويه، والمغرب انفتح عبر 3 قنوات، اولا تعدد الاتفاقيات والشركاء، ثالثا خدمه المصالح العليا للبلاد، الوحده الترابيه والصحراء، وثالثا كذلك الاحتفاظ بالتزاماته التقليديه اقتصاديا وسياسيا، والانفتاح الاخرين احتفاظا على هويته وعلى ثقافته، انطلاقا من التعدديه اللغويه، التعدديه الثقافيه، على كذلك انخراط في المجال الديني بطريقه ايجابيه داخليا وخارجيا، لجعل ان المغرب على مستوى ما يسمى بالقوه النوعيه سوفت باور، فهو قوي جدا وتيلعب دور كبير في العالم. وباش نفهموا هذا الشيء كله لابد نطرقوا من ما يجري في العالم واعاده ترتيب الاوراق، رغم ذلك كاين مجال
ديال العمل الدبلوماسي للمغرب قائمين.